معنا من باريس دافيد عباسي الكاتب والمؤرخ الإيراني ورئيس معهد أفيستا للدراسات في باريس. أهلا بك. أريد أن أسألك، عفوا دكتور دافيد، أريد أن أسألك، هل صحيح بأنه دخل إلى البنك المركزي الإيراني بحدود 32 مليار دولار بعد توقيع الاتفاق النووي؟ مرحبا بكم مشاهدينكم الآنس. لو سهلا سيد دافيد. نيكول. أهلين. طبعا نعم صحيح. يا هلا يا هلا بكم يا هلا. صحيح جدا. الرئيس ترامب كتب في تويتر: إدارة أوباما أعطى 150 مليار دولار لحسن روحاني، ولقد تم إنقاذ انهيار رجال الدين في إيران. ترامب قال هذا. وقال الرئيس أمريكي لفاكس نيوز: وقدمنا لهم ملياري دولار نقدا. أكد الرئيس ترامب، أكد الرئيس ترامب: أنت تعرف كم عدد الطائرات مليئة بالمال دخلت طهران؟ صحيح جدا. ولكن أين هي هذه الأموال؟ تقسيم هذا المال سيد دافيد، أين هي هذه الأموال؟ نيكول، انفقوا الأموال بأربع طرق في داخل وخارج إيران بين أنصار علي خامنئي وأنصار حسن روحاني. أول، الاستثمارات الخارجي، القوات الأمنية والحرس الصبر، الرجال السلطة بأسمائهم الشخصي، فهذا في كل العالم من أمريكا وكندا وأوروبا وحتى روسيا وماليزيا وأمريكا اللاتينية، شراء الشركات الأوراق المالية أو الاستثمارات الشخصية والخاصة. واثنين، دفعوا للأنظمة والهيئات والشخصيات دينية الحاكم، وهذا بين أنصار خامنئي وأنصار روحاني. وثلاثة، دفعوا الأضرار والهروب وشراء الأسلحة في لبنان، العراق، سوريا واليمن، وأيضا الرواتب الشهرية للآلاف الجنود والميليشيات في اليمن، العراق وسوريا. وطبعا الأربعة، دفع المسبق للشركات الأجنبية. يا آنسة نيكول. طيب سيد دافيد، بدي أسألك، نسبة الفقر، كيف هو الوضع الاقتصادي عامة في إيران؟ بدي أعرف نسبة الفقر، نسبة البطالة، هل لديك أرقام؟ طب البطالة في إيران أكثر من 25 مليون، والفقر موجودة في كل مدن والقرى الإيرانية. ولكن بدل هذا، كيف عمل خامنئي وروحاني؟ بناء المباني المدمرة، سيارات مدمرة، مستشفيات مدمرة، المكاتب والأجهزة الحكومية مدمرة، والرواتب الشهرية للآلاف الجنود والميليشيا في اليمن، في لبنان، وفي سوريا، وفي العراق. الآن سنيكول، قد سمعتم أنتم السيد حسن نصر الله قال باللغة العربية الفصيحة والفصحى، قال: أيها الإخوة، أنا بدي أقول لكم، كل ما نشرب، كل ما نأكل، كل ما نحارب يأتي من جمهورية الإسلامية الإيران، حتى موجود مساري هناك نحن مرتاحين. يا أبو هادي سيد حسن نصر الله، من فضلك قل لنا وأعطينا رقم كم مليار بالسنة فقط في لبنان يصرف الإيران والشعب الإيراني ما عنده أن يأكل، كم مليارات الأسلحة والرواتب في اليمن، في سوريا، وفي حشد الشعبي في العراق، والشعب الإيراني ما عنده أن يأكل. البطالة عظيمة، كل الذين خرجوا في الشوارع كانوا يقولوا
نحن ليس لدينا أي شيء لنفقد، فلذا نحن حاضرين يوميا في الشوارع الإيرانية. وهذه المرة الآنسة نيكول قرر الشعب الإيراني، شعب البطل ولكن فقير، شعب البطل ولكن مع البطالة والجوع، قرر أن لا تدخل إلى البيوت حتى تسقط هذا النظام، نظام بكون روحاني رئيسه الخدعة نعم. الكبيرة. رح نحكي عن السيد روحاني. سيد دافيد، السيد روحاني، الرئيس روحاني وعد الناس عندما يعني شعاره كان تحسين الوضع الاقتصادي، برأيك هل هو الآن مكبل اليدين لا يستطيع؟ لا، هو الذي قسم المليارات دولار أخذ من أوباما، هو روحاني قسمه. كيف قسمه؟ أقول لكم، الأنظمة والشخصيات الدينية حاكم في إيران هم آلاف من الناس موجودين في مجلس تشخيص مصلحة النظام واحد، في مجلس صيانة الدستور، أئمة الصلاة الجمعة زعيمهم سيد رضا تغاوي تقريبا 1000 شخص، المعاهد الدينية في مشهد، قم، كربلاء، نجف، سامرة، والشخصيات والمنظمات والمؤسسات تبعهم. بس مثال واحد، الآنسة نيكول حسن روحاني دفع مليارات دولار لهذه الرجال الدين، أنصار علي خامنئي، أنصار الحكومة وأنصاره نفسه. بس تعرفون أنتم الآية الله مصباح يزدي المؤسسة تبعه، نعم. كان يأخذ من حكومة سنة 2003 مليارات، عفوا السنة حسن روحاني دفعه 28 مليارات. شكرا جزيلا لك، سأكتفي بهذا القدر. كنت معنا من باريس دافيد عباسي، الكاتب والمؤرخ الإيراني ورئيس معهد أفيستا للدراسات في باريس. وهناك فاصل قصير ونتابع المزيد من بعد قليل.